قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن مصر بلد سلام، تبعث رسالة سلام للعالم كله، مفادها أن ديننا هو دين السلام. وخلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، أكد جمعة المضي قدما وبكل قوة في الدفاع عن ثقافة السلام انطلاقا من سماحة الدين الإسلامي وعظمة قيمه الإنسانية. الذي نؤكد عليه أن السلام لا يمكن أن يصنع من جانب واحد أو من طرف واحد، ولا بد له من قوة تحميه. وأننا في الوقت الذي نمد فيه أيدينا للدنيا كلها بالسلام، نأمل أن يكون ذلك حال عقلاء العالم أجمع، لنكبح معا جماح التطرف الديني الذي قد ينحرف بعالم اليوم عن طريق الحوار الحضاري والسلام والعيش الإنساني المشترك إلى تطرف وتطرف مضاد وعنف مضاد تدفع البشرية كلها ثمنه باهظا.